السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم جوله في الدي. الدي بحال تحل حدانا هنا في الاكسو. كيبان ليا زوين وكبير وفيه تبارك الله كل شيء. هنا كاين كاينين لي بريوش البخي مناسب، وهنا كاينين الكرواسون، هنا بان او شوكولا تي بان بأورو 40، هنا 35 سنتيم. ماما وي وخذا. وهنا كاينين لي بتي بان صغار 19 سنتيم، كبحال واقيلا 40 ريال ولا جوج دراهم مغربيه. وهنا كاين شنيك 59 سنتيم. هنا جهة الخبز. ماما جيتي ماما ويت كبير تبارك الله. هذا لكن بان كومبلي جورو 11. هادو كيكون فيهم الكول ما كناخذهمش. 74 سنتيم. تاتا اورو 32. هنا البيض ب 3 اورو و 89. هنا السكر 77 سنتيم. وهنا الدقيق او لافارين ب 49 سنتيم. ما عرفتش لو بري ديالو نفس البري ديال ليدل ولا لا. هذا العسل بيو ب 2.89 2.69. هذه 3 اورو فيها 2 4 5 6، 3 أورو 35. وهذا الباكي ب 2 أورو و 69. وهنا جهة لي بونبون 2 أورو و 46. نو نو هادو لا كناخدهم انا. لي بونبون ديال الدراري كاينين حلال في اكسيون ورخاص. هنا هنا راه ماشي حلال. هنا جابو مصلو 18 أورو. كاين هكا في الزرق وكاين في الكحل. كاين هاد الميبل هذا اللي كنديرو فوق ماشينا لافي ب 40 أورو. وفيه
64 على 190 على 25 سنتيمتر. وهذا نقدروا نديرو حتى فوق التواليت. في التواليت كيجي حتى هو في الفوق كيجي زوين. وهنا الا درنا في الدوش راه كنديروا الفوطات في الفوق. وكاين هاد لابيسين كبير البخي ديالو كاين على البخي. كاين هنا سويبتات ولا صنادل ستاد الأورو. كاينين دادر ثلاثة الأورو. هنا كاين هذا المول ديال الكيكا ب 3 أورو و 99 4 أورو. هذا الخلاط ب 19 أورو 20 أورو. هذه الماشين ديال الحليب اللي كنطلعوا بها الحليب كابوتشينو اللي كنديروا بها كابوتشينو ب 20 أورو. هنا كاينين الشورتات كيديرو 6 الأورو. هنا هي السراول البنطلون ب 13 أورو. هنا كاين البيرو ب 79 أورو رخيص ك 80 أورو. كاين هاد العلبات هاد ثلاثة تسعود الأورو ثلاثة ديال ثلاثة ديال لابوات هما خوا بوات ب 9 الأورو. وهنا بلاصة السيرو هنا خديت هذا ديال النعناع كيعجب الدراري بأورو 50. كاين حتى ديال الفريز الفخيز ب هاهو الفخيز ب أورو 89. ب 63 63 سنتيم في ليترونس وي ليترونس ب 63 سنتيم. هنا لي كوش ب 11 أورو 69. كاين عاوتاني هذا ب 5 أورو 25. طاي 5 20 كيلو. هنا سانكس ب 4 أورو. جيل دوش ب أورو 89.
هذه هي البلاصه اللي فيها الدي اللي بحر تحل حدا حدا ماكدو. ها ماكدو ها هو اوشون كاين في الفوق، وهذا الدي راه ستوكماني كاين من هذيك الجهه. ها هو ستوكماني اون فاس مع ستوكماني في لاكسو. وهنا كنكون ساليت معكم لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم جوله اللي درت معكم في الدي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.